السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي المزرعة. طبعا اليوم لابسك جاكيت، بتعرفوا انتم برد بوز مو برد طبيعي. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله رح نعمل شيء جديد. خلال الفترة الماضية اللي غبت فيها عن القناة بسبب ظروف صحية واسباب شخصية، فالمهم تعلمت كم شغلة باللعبة، فاليوم رح افرجيكم اياها. اول اشي اليوم رح نبلش نشتغل بالمواد البناء اللي ما كنت عم بعرف شلون نشتغل، بس ولكن حتى زي حدا منزل المود يعرف شلون يشتغل لازم تشتري المابات مثل ما نكون شايفين، او كل ما كان فيه شغل لازم تشتريه حتى تقدر تشتغل فيه. طبعا انا هلا في رح تشوفوا كتير شغلات مجهزة، فخلينا نروح على اليوم ده نبلش نشتغل في هذا الاشي. رح نبلش اليوم نشتغل في وينه هذا؟ لا مو هذا، الجولد بريشن، الجولد بريسز، معالجة الذهب. معالجة الذهب يا عم، معالجة الذهب. راح نجيب مي وديرت بنحطه للماكينة ونطلع معنا جولد وتايلينج. تايلينج اللي هي تجي مثل مستخلصات التعدين، يعني بعد ما تعدن بيطلع معك هذا الاشي، والجولد هو الذهب معروف. تمام، راح نطالع هذول العنصرين. طبعا هون بدنا انتاج 4500 الف، هون بده ديرت وبده هون مي. ف ما نبلش بهذا الاشي. طبعا هاي الموقع، هاي الارض اللي هو هون ثلاثة، الديرت اللي هو تراب او السويلو، يسموه السويلو والتراب، التراب المعدني يعني، هو موجود في هذا المكان. وليش كمان، والمي بدنا اياها رح اركب انا احنا فيه قريبة منها، ونجيب التريلا من هون اللي هون موجودة، تريبة المي موجودة هون، باخذها وبحطها هون ونبلش نعبي مي. خلينا نبلش نقل الماكينات ونجهز تشغيل ونجهز المعمل ونبلش ننتج اول ماكينة او اول منتج هو ذهب ومستخلصات التعدين. طبعا هاي اول سيارة، نفس لون التريلا او هاي تماما. بناخذ هذا الراس ونروح نجيب التريلا. طبعا انا مشتريها مجهزة هي بالشوب، بس رح نروح ناخذها ونتيسر مباشر. طبعا انا كنت عم بفكر انه اشتري سيارتين لانه واحدة 60 الف، فنشتري سيارة تانية، ايش رايكم؟ تماما. الان خلصنا، هلا اول شيء بنركب اول تريلا او نعلق اول تريلا. تمام، نحط هون على قرعات الطريق او اول الطريق، ونروح السيارة الثاني. معقول ما في فولمي يا حسافة؟ ما في فولمي. طيب نروح نشتغل في هاي السيارة ونورجيكم ايش رح نعمل في هذه التريلا، مع انه بينتها صغيرة، ليش هيك بين عليها صغيرة؟ المهم هلومنا نروح علينا ارض، الارض رقم 3. عشان نروح هلا وصلنا تقريبا الى المعمل. طبعا هذا المعمل رح نفضي في قلبه الشغل جوا. طبعا هون انا جايب التراكس حاطه هون للضرورة القصوى اذا احتاجينا هذا الاشي، والاغراض كلها تحت. طبعا انا اشوف النقاط الحمراء كلها هي عن شو اسمه، لا 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 غلط، ما غلط، ما دور 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 دور. نقاط الحمل هي تراكسات او بواقع، شايفين مثل هذاك كلياتهم مثل هذا الاشي، فانا جبت حطيت واحد واحد على كل صنف، مشان ايش؟ مشان يعني يكون سهولة في العمل اكثر، عرفت شلون؟ فما نستغرق وقت كتير بين ما اجيب واورجيكم كذا، لانه هذا سرعته كله 10، ايش بده تمشي تمشي. المهم وين التراب صار؟ يمكن هذا، لا مو هذا التراب، لا ولا هذاك التراب، هذاك كلون اسمه. الان نكمل الطريق الى هناك. هذا هو، هلا شوف شو نسوي. بنسف السيارة هيك هيك على حرف الطريق، مع انه كان لازم انا جايب. يلا اشترينا واحدة ثانية على الفاضي، وبعدين بنطلع من هون. طبعا انا هي سويتها هيك زبطتها، بعدين بنيجي من هون بنبلش نعبي. طبعا هي مو مود مركب تركيب، فما بقدر اتحكم فيه بالكيبورد يلي مثل بالعادة يعني، عرفت شلون؟ لان هذا مود مركب تركيب. طبعا هو مثل هذا الكفكير ما في تراكسات مثله، فهي هون المشكلة، فلذلك انا بستخدم هذا المود وفيه مشاكل. في واحد موجود بالشوب بجرب لكم اياه ان شاء الله بالفيديو الجاي، بنجربه بنجيبه. يعني هذا فيه مشكلة، فكبينها كلها بالارض. نعم بس ما تطلعي، ما تحمل سولو سويلو. طلعت التريلا ما تفضي. طيب خليني اتسكر، لا لا تسكر سكر سكر سكر، التريلا ما بتفضي.
طيب نروح نشوف تريلا بتجيب لنا بتحمل هذا الاشي. فمن الواضح انه احنا اشترينا هاي غلط، ما فيها ما بتخدم هذا الاشي، فرح نشتري هاي. تمام رح نشتريها وهنغير دويلي، بنحط مشنا ونروح لعندها ونركبها. طبعا في كمان تريلات خاصة او سيارات خاصة هي مثل هيك لون صفر، هدول الكبت اللي بيتحمل في قلبهم الرمل هذا الاشي ويكون سرعتهم جدا بطيئة. بس ولكن منجرب ما زبطت هاي التريلا، بنروح ننزل هذاك المود ونجرب علينا هذاك المود علي هدول اللي بينزل معي، فلذلك عم نجرب هدول المودات. عرفتوا ليش؟ لهذا السبب نحن عم نخطئ، فهمتوا علي؟ فالمهم منشوف شو راح يصير معنا او شاء الله يصير علينا، مع انه حتى هذا الباجر مو كويس. راح اجيب لكم الفيديو الجاي ان شاء الله فيديو الباجر تاني، هذا مو كويس خالص، او مو الباجر، حمل منيح نايس، مو الباجر هذا ما عرف شو تسموه انت، والله ما عرف ايش اسمه هذا ليك البيتروب. تمام هذا مو كويس، فالفيديو الجاي اكيد راح نجيب لكم شيء ثاني. حتى شوفوا ما نقدر نعرض الايد زياده مشان ما تكبر. تمام انا حتى عم يندحل الارض بالتراب بالارض، خلاص اتركها ما راح نرجع نظبطها بعدين نحملها نعبي مره ثانيه مشان السيارات الجايه. حتى السياره صار سحبها كتير بطيء، وات على الفيزياء، الطريق مسكر. فرحنا هون عجب تخلص فولكم، والله اي دونت نو، والله خلصت له، والله انا اشوف هير له، والله اشوف هير انا له. طيب هلا بدنا نروح نوديها، وبعد ما نوديها بنروح نجيب سيارة مي بنفضيها وبعدين نشغل المعمل بعدين نرجع نعبي سيارة تانية تراب. ليست جو. حتى والله مثل العادة حسيت بالوزن بالسيارة، يعني قبل شوي السيارة بتنطنا تطان، سبناها بالعين، قبل شوي السيارة بتنطنا تطان هلا ما عم تمشي. الله الفيزياء. بالفيديو الجاي رح اغير هذا الباجر، لان هذا الباجر فيه كتير سيء، التحكم فيه كتير صعب وحركته كتير صعبة. في واحد تاني موجود بالمودات، القت السيارة بطلت تقدر تطلع. في واحد تاني موجود بالمودات رح انزله واحط لكم رابطه طبعا بالملف الاكسل، قولكم نزلوه لانه هذاك تحكم فيه كتير. امشي بطلت تمشي السيارة. وفي حل امثل دائما بستخدمه انا، يعني بحب استخدمه بشكل بس، ولكن هي طريقه خاصه فيني يعني، عرفت شلون؟ فانا بستخدمها وقت اللزوم بس. شفت شلون؟ وقت اللزوم لازم نحتاج انه نطور شوي مهاراتنا وقوات قدراتنا العضليه ونقدر نطلع، لانه يعني مستحيل هي تمشي عيد حال، بس بعدين بنجيب غير معدات، ما انتو بدنا اجباري المعدات الصفراء تبعتها. هذا على ما اتوقع. طيب خلينا نتاكد من المعمل انه هذا تبع السايلو الجولد. يب يس هذا هو تبع الجولد، هم بده ووتر وديرت وجولد وتراي، شو مستخلصات المعدن قال اسمها. المهم خلونا مندور نفك الظهريه ونشوف ايش في عنا. السياره في عزم واحد حصان. ايوه هلا فهمت ايش معناتها هي. تمام فضي هالصايله يا معلم، انا الان دور الووتر اساسا، هي السياره ما عم نستفيد منها بشي تاني. وين السياره الثانيه؟ السياره الثانيه تعرفوا وين كانت؟ بالمقلع تحت. وهلا وصلنا الى الجزء الاخير. طبعا هلا الحنفية المي ما راح اركبها هون، راح اركبها في الارض هذيك، لانه هنيك في نحتاج للمي كتير، ف راح اركب حنفية المي. طبعا رون راس مختلف عن رون تريلا، ما ركب انا قبل شوي باين الراس هذا بالغلط. طبعا بعد ما وصلنا الى المكان راح نبحث. هون بنحط هون بهذا المكان بنحط شو اسمه حنفية المي. حنفية المي وين انت يا حنفية؟ يكون شي جنبنا مشان يكون في سهولة بالتعبئة. هون مناسبة جدا. والله سؤال خطرت في بالي شغلة، شو رأيكم نركب حنفيتين؟ بلكي بصير الانتاج المي اسرع. ما عاد بيصير، تعال بنجرب هذه التانية جنبها.
لا شوف ايش راح يصير، راح يصير انتاج المي او تعبئه المي اسرع ولا تظل بطيئه؟ صارت اسرع. شوفوا شوفوا، لا لك شوفوا شوفوا، طوب بالك شوفوا، خلينا بس نخرب شوي على الاولى. شوفوا شوفوا، واحد اثنين، شوفوا هاي، هو شو عم بتعبي. شوفوا هلق شفت شنو صار، الخط اسرع، فاذا حطيت اثنين ثلاثه بصير تعبئه المي اسرع بكثير. نايس، جميل جدا، هاي خطوة جدا جميلة عجبتني صراحة. طيب هلا بنبلش نفضي مي بالمعمل حتى نقول له يلا اشتغل. طبعا مكان تفريغ المي هاي هون، طبعا هنيك في عنا شي 60,000 الا حباي، وين حباي ما بعرف. 59,000 الا حباي تماما. شوف اير، ها بلش انتج، هون صار عنا 16، هون صار عنا 1600. طيب راح اروح اسوي لي سيارة ثانية، شو هاد في دبي هي لسه؟ المي كتير. طب خلينا احطها على تعبئة المي واروح اجيب حمل تاني تراب وارجع. هون 60 120، هسه هو ما استخدم غير 1000. قبول، لسه مشغلة مطولة معلم معناته هالحكيات. طب بما انه مطول، مطول جدا يعني مو شوي، ف طيب خلينا نشوف وش ايش طالع. هذا هو الذهب. طالعينه في صندوق صغير 13 لتر. يعني ايش قد يطلع حقه للذهب هذا؟ هات نشوف ايش حق الجولد. هذا هو الجولد. حقه 36,000. وين محل اللي بيشتري منه ذهب معلم؟ هون جولد سليت عند صايغ الذهب. وين ال ولده ولده؟ شوف اذا بانه هذا هون عم بيطلع، فاتوقع الناتج الثاني عم يطلع فوق. ترينك وين هذا؟ مشتقات الحديد، مشتقات الحديد. شوف انه هذا هون عم بيكب. اه لازم يكون هون، يس يس، ليكو ليكو هون عنا، هون شي 3300 مشتقات حديد. فلذلك رح نوقف هون حواج، بالفيديو الجاي بنرجع بجيب ماكينات احدث من هدول، هين يعني ما عم تعرفين ما عم تقدر تطلع طلعة، وهنيك الباجر كتير معلّة قلب، فرح اغيره ونكمل تعبئة بهون بالمعمل، ويكون طلع لنا شوي مشتقات معدن وطلع لنا الذهب. الذهب طبعا للبيع، اما مشتقات المعدن في الها شغل موجود على ما اتوقع هنيك، في شغلة بتحط فيها هاي المعادن او بقايا المعادن بيطلع معك شي تاني. سواء انا افرجيكم اياها وين. طبعا بعد ما نجيب مشتقات المعدن او البقايا المعدن او التعدين او هذا التايلينج، تايلينجز المهم اللي هي، المهم اللي نفرض اللي هي راح نحطها هاي ونعبي ووتر. طبعا هذا بالفيديو الجاي، مو الفيديو الجاي اللي بعده، راح نعمل هذا الاشي وديزل نعبي هذا الاشي، راح يطلع معنا حجر الحدائق. هلا بورجيكم اياه. وهذا الترافل هو الحصى الناعم، هلا بورجيكم اياهم بالشوب لانه ليكون اسهل بالشرح اوضح. هلا لا مو هاي، اتوقع هو هذا هو حجر الحدائق عم بيحكوا عليه، هاي الاسفلت. باقي لنا الحصى، الله اعلم. شوفوا الحصى يا هي يا شيء ثاني ماني عارف متاكد، وهذا هو حجر الحدائق. فيطلع لنا هذول العنصرين، بس هذول العنصرين غاليات، ما غاليات 600 800، والله ماشي. بس هو المربح، المربح بالذهب اللي عم بيطلع معنا، بس عشان ما نكب المنتج اللي بيطلع معنا، اللي هو اساسا ينباع على التراينجل. ما ال طب شلون بدنا نعرف شلون شكله؟ انا بقول لك شلون تعرف شلون شكله. وين تراكس؟ تعال تلاينج، هذا هو الحجر. ايوه عرفنا شكله، عرفنا شكله، عرفنا شكله. التلاينج اللي هو هاد، بعد ايش هو حجر الحدائق؟ المهم حقه شيء 700 دولار، يعني لا بأس. اتوقع هذا هو حجر الحدائق اللي عم يحكوا عليه، ما بعرف شو حجر الحدائق، ايش هو الثاني؟ فهمناه بالعكس نحن، او سميناهم بالعكس. فرح نترك هذا الاشي للفيديو الجاي ان شاء الله، من كم ان شاء الله. بس يكون هون نهايه الفيديو، نعتذر عن ان شاء الله بكون نال اعجابكم. وبس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.